المرحلة الأولى من توفير مناخ آمن لتصويت الناخبين بحرية، ومن شفافية الإجراءات الانتخابية، ومن التزام السادة القضاة بحيادهم وحمايتهم إرادة الناخبين. وخرج المشهد الانتخابي بهذه الصورة المحترمة نتيجة تعاون كافة الجهات المعنية مع اللجنة العليا للانتخابات من مجلس الوزراء والقوات المسلحة والشرطة من أجل هدف واحد، هو إنجاز الاستحقاق الثالث في أفضل صورة تعبر عن حضارة مصر وقدرة المصريين على تحقيق أهدافهم. فمضى زمن التزوير أو التخطيط له، وجاء زمن احترام إرادة الناخبين وحمايتها من العبث. لقد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الموعد المحدد لها، ولم يتأخر عن ذلك سوى 93 لجنة من 12,496 لجنة انتخابية، أي بنسبة تقل عن 1%. وكانت هناك حالات فردية من المشادات أدت إلى عدم انتظام عدد محدود للغاية من اللجان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ولا نستطيع أن نغفل ذكر وقوع انتهاكات ومخالفات قانونية من قبل عدد من المتنافسين وأنصارهم، بعضها تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والبعض الآخر اكتفى فيه الراصدون بتناول الوقائع إعلاميا دون تقديم بلاغات عنها، وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات نحوها. ونأمل مع الممارسات القادمة أن تقل هذه الظواهر السلبية وأن توضع آليات جديدة تحد من انتشارها، غير أن هذه السلبيات لم تؤثر على اكتمال الصورة البراقة للعملية الانتخابية التي شهد بها كل من اطلع عليها عن قرب وكل من سمع عنها عن بعد. السيدات والسادة، تلقت اللجنة العليا للانتخابات الحصر العددي لتصويت المصريين في الخارج، وجاء على النحو التالي: إجمالي الناخبين الحاضرين 37,141 ناخبا، بزيادة قدرها 21.65% عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى. إجمالي الأصوات الباطلة 1,945 صوتا، بنسبة 5.2%. إجمالي الأصوات الصحيحة 35,196 صوتا، بنسبة 94.8%. نسبة الحضور من الذكور 59.5%، ومن الإناث 40.5%. الدوائر الأكثر تصويتا في الخارج: دائرة النزهة ومصر الجديدة ودائرة مدينة نصر ودائرة البرولوس بكفر الشيخ. الفئة العمرية الأكثر تصويتا هي الفئة من 31 إلى 40 عاما. أكثر الدول تصويتا
المملكة العربية السعودية بنسبة 30.4%، ثم الكويت بنسبة 18.3%، ثم الإمارات العربية بنسبة 12.7%. الدول التي لم يصوت فيها أحد: بنما، صربيا، بنين، موزمبيق، ليبيريا. وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أصوات المصريين في الخارج إلى الحصر العددي الذي استخلصته من مراجعتها لتصويت المصريين في الداخل، وتعلن اللجنة العليا النتيجة اليوم التزاما بالجدول الزمني الصادر منها، وقد جاءت كالتالي: عدد الناخبين في محافظات المرحلة الثانية 28,204,225 ناخبا، عدد من أدلوا بأصواتهم 8,412,011 ناخبا بنسبة 29.83%، عدد الأصوات الباطلة 572,400 صوتا بنسبة 6.8%، عدد الأصوات الصحيحة 7,839,611 صوتا بنسبة 93.20%. أعلى المحافظات في نسبة التصويت: جنوب سيناء بنسبة 41.6%، كفر الشيخ بنسبة 36.82%، الدقهلية بنسبة 36%. أقل المحافظات في نسبة التصويت: السويس بنسبة 18.1%، القاهرة بنسبة 19.96%، بورسعيد بنسبة 24.12%. عدد المترشحين الناجحين في الجولة الأولى 9 مترشحين، هم: السيد محمود عثمان أحمد عثمان، دائرة مدينة الإسماعيلية. 2، السيد طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدي، دائرة ديار بنجم. 3، السيد علي السيد علي المصلحي، دائرة أبو كبير. 4، السيد محمد فوزي محمد فؤاد خميس، دائرة بلبيس. 5، السيد سمير يوسف غطاس ميخائيل، دائرة مدينة نصر. 6، السيد خالد يوسف حلمي محمد يوسف، دائرة كفر شكر. 7، السيد أحمد رجب شحات محمد بدوي، دائرة طوخ. 8، السيد جازي سعد عايد سعد، دائرة وسط سيناء. 9، السيد إبراهيم محمد إبراهيم محمد، دائرة رفح والشيخ زويد. ونجحت قائمتان من الجولة الأولى في قطاع القاهرة،
وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا، هما كلاهما لقائمة في حب مصر عن 60 مقعدا. والدوائر التي ستجري فيها الإعادة هي 99 دائرة من بين 102 دائرة انتخابية للنظام الفردي. وقد صدر القرار رقم 126 لسنة 2015 من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخاب الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، متضمنا أسماء المترشحين الناجحين والقائمتين الناجحتين، وأيضا أسماء المترشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة، وسيوزع على حضراتكم اسطوانات مدمجة عليها كافة التفاصيل. وفي ختام كلمتي، تحية للزملاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية المشرفين على الانتخاب، على اللجان الانتخابية، وتقديرا عميقا لجهدهم وبسالتهم أمام الصعاب والمخاطر، ومن دعمهم وحماسهم نعلن بكل ثقة أن الإرهاب لن يثني القضاء عن أداء واجبهم الوطني، وأننا ماضون في استكمال الاستحقاق الثالث حتى النهاية. وفق الله مصر وشعب مصر إلى طريق الخير والنجاح، وشكرا لحضراتكم.